السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع فاطمة. في الفيديو تاع اليوم غادي تشوفوا كيفاش حضرت 5 أنواع حلويات تقليدية جزائرية في يوم واحد. حضرت الغريبية، حضرت الشراك العريان، حضرت أيضا الطورنو بالطلية وبدون طلية، حضرت المخبز وأيضا المشوك الصحيح. جميع هذه الوصفات شفتوهم معايا من قبل، غادي نوضع لكم الروابط نتاعهم تحت الفيديو باش تشوفوا طريقة تحضير العجينة. الجديد في هذا الفيديو هو الكلاصاج اللي استعملته في المخبز وفي حلوة الطابع نتاع الطلية. ما استعملتش الكلاصاج بالسكر. سنمر مباشرة إلى طريقة التحضير. بسم الله. حضرت أولا العجينة نتاع الشراك العريان وغطيتها وخليتها ترتاح، وهنايا الحشو نتاعها غطيته، وهذه العجينة نتاع المشوك الصحيح حضرتها فقط باللوز، والعجينة نتاع المخبز، يعني غادي نخليهم يرتاحوا. ومن بعد رحت حضرت الطورنو واني قطع فيه الى دوائر، استعملت فقط الشكل الدائري لكن تقدروا تستعملوا اشكال اخرى. وجميع الوصفات اللي غادي تشوفوهم اليوم راني عملتهم من قبل بالتفصيل، غادي نوضع لكم الروابط نتاعهم في صندوق الوصف. وهنايا الطورنو النصف استعملت فيه الطلية والنصف الاخر طليته بالبيض. بعد ذلك حضرت الغريبية، هذه الغريبية شفتوها في الفيديو السابق، حضرتها فقط بالزيت، يعني حضرت جميع الحلويات وفي الاخير قمت بعملية الطهي. واني عاملة ايضا غريبية من قبل بالزيت والزبدة. هنايا بالنسبة للتشارك العريان، كاين بعض الاخوات اللي العجينه تتقطع لهم، الا كانت تتقطع لكم هنا اما راها ناشفه وخاصها المزيج تاع الماء والماء زهر، او النوعيه تاع الزبده ماشي مليحه. هنا شديروا ورقوها بين زوج ورق نتاع بلاستيك، لان البلاستيك يساعدكم كثيرا في التشكيل وما يخليش العجينه تلصق فوق طاوله العمل. باش تقطعوا العجينه اما تستعملوا الاطار الخاص على شكل مثلث الذي يباع في المحلات، او تصنعوا مثلث القاعده نتاعها تكون فيها 10 سنتيمتر والارتفاع نتاعها 15 سنتيمتر. كما راكم تلاحظوا هنايا نشكلهم كامل على هذا الشكل، من بعد عاد نعطيهم الشكل نتاع هلال. من بعد هنايا راني نشكل في المخبز، هنايا راني مورقه العجينه نتاعه. وباش تحصلوا على هذاك الشكل بومبي وضعوا بلاستيك فوق العجينه وقطعوا الاشكال اللي راكم حابينها. شوفوا هنايا الشكل الدائري، واستعملت ايضا الشكل مربع، استعملت فقط كاس تاع لاتاي عنده الشكل مربع وقطعت به العجينه. وحضرت ايضا المشوك، ما صورتش لانه نفس الطريقه اللي شفتوها في الفيديوهات السابقه، وهذو هما الحلويات وجدتهم كامل من بعد عاد شرعت في عمليه الطهي نتاعهم. ومدى بكم كل نوع تاع كاطو طيبوه لوحده، لان مده الطهي وفي بعض الاحيان ايضا درجه الحراره تختلف تاع الفرن. وكما لاحظتوا حضرت فقط كميه قليله من كل نوع. الان نمر الى الكلاصاج. هنا شا استعملت في مكان الكلاصاج بالسكر الناعم، استعملت فقط شوكولا بيضاء، ذوبتها مباشره ومن بعد وضعت القطع فيها. وما لازمش تذوبوها حتى تولي ساخنه بزاف، كي تولي ساخنه تولي لكم سائله وشفافه وما تجيكمش طبقه مليحه فوق الكاطو، يعني ذوبوها غير شويه باش هكا يكون عندها السمك. نفس الشيء بالنسبه للطورنو، نصف الكميه اللي ما وضعت لهاش البيض هي اللي وضعت لها هذا الطليه. ومن فوق هنايا نزين بهم بالشوكولا على شكل شوربه، وايضا على الحلويات هذيك اللي تجي ملونه. وهنايا اضفت للشوكولا البيضاء اضفت لها عطر وملون الكرز باش يكون عندي لونين مختلفين. وضعت فيهم الطورنو وايضا وضعت كميه نتاع المخبز في هذا الكلاصاج. وهذا الكلاصاج تخلوه حتى ينشف مليح عاد باش توضعوه في علبه. وهذا هما الحلويات بعد ما كملت التزيين تاعهم، خليتهم حتى ينشفوا مليح ويبردوا وضعتهم في علب وضعتهم في المجمد. مي توضعوهم في المجمد وتجبدوهم من بعد يقعدوا وكانهم راهم جدد، لكن لو كان تخلوهم على درجه حراره الغرفه لمده اسبوع البنه تاعهم تتبدل وايضا ينشفوا لكم. بالنسبه لملاحظه اليوم، الا ما بغيتوش تستعملوا كلاصاج بالشوكولا البيضاء وتستعملوا الكلاصاج العادي تاع بكري المصنوع بالسكر الناعم، راني عملته من قبل في الوصفات السابقه، الروابط نتاعهم راهم في صندوق الوصف. وصلنا إلى نهاية الفيديو نتاع اليوم، وإن شاء الله يكون عجبكم. نقول لكم صحة صيامكم وإلى الفيديو الجاي إن شاء الله. مع السلامة.